حكيت مع أبوك شي؟ ما اتصل خليه يجي مشان يشوف حالة ابنه. فريد شو صار؟ يعني قلت لك عائشة قوية كتير رغم حالتها عم تقاوم. شو يعني رغم حالتها؟ شبه حالتها يعني سيئة؟ يعني لسه ما تجاوزت الخطر على حياتها بس عم تفتح كل شوي وتحكي. أنا لازم فوت شوف. ما في كلام. قلت لك لازم فوت شوف مرتي هلا. طيب تعال. كانه صار شوب شوي ولا هيك عم حس؟ الشبابيك مفتوحة حتى أنا بردانة شوي. أنا قايم، أنا لازم روح، لازم روح. أنت منيح عدنان؟ منيح بس أنت بصراحة حسيت أني دخت، يمكن يكون نزل ضغطي. لا مالك منيح، ما في تروح وقت هيك. دواي بجيبت الجاكيت هدي. طيب انت وقف لشوف. رح شوف. ما في شيء. ما في. انت متأكد انه بهذا الجاكيت؟ نسيته بالبيت. روح مسك فيني. مسك. تعال. نفس. تعال. سطح. سطح منيح. تمام. يلا ارتاح. هيك منيح. عدنان. عدنان شو صار؟ عدنان احكي شيء لا تخوفني. انت منيح؟ عدنان انت منيح؟ احكي شيء. عم لك لا تخوفني عدنان.